عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل صوت، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي يعجبني فيكم أنه قلوبكم بتطهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اجمعنا بسيدنا وحبيبنا في الجنة، قولوا آمين. الله الله، في أحلى لما تخش الجنة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، في أحلى لما تخش الجنة وتشرب من يد النبي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، في الله يا رب. ولا إحنا وضعنا وذروبنا كثيرة، لكن رحمة الله كبيرة ومغفرة الله كبيرة جدا. هيا نقول لكم القصة حقت اليوم. حتى لو ما كان عندنا ذروب وكانت أعمالنا الصالحة كثيرة بدون رحمة الله ما تنفع. الله الله، والله إنك شيخ، مع انه ما شاء الله تبارك الله يعني انت كول، بس شيخ كول ان شاء الله عز وجل. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب قصة اليوم الرجل، القصة كل الناس يعرفوها، كل الناس حتى انت يا معاذ الغامدي تعرفها، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لا هو في البداية قتل 99. بعد ما قتل التذكر راجل مزاجه رايق، اللي يقول له سلام عليكم يقتله، اللي يقول له كيف حالك يقتله، طالع في احمد فتحي، احمد فتحي قتله ما هو عاجبه شكله، طالع في احمد عقيلي مش لازم مش لازم مش لازم قتل المجموعه. راجل سفاح شغال، الحمد لله انه ما قابلناه، الحمد لله الحمد لله، كان زماننا احنا دحين في عالم الغيب، مو موجودين ولا سوينا برنامج ولا عملنا تلفزيون. قتل العالم كلهم. بعد ما خلص 99 قال يا ولد انا ليش ما اتوب وابطل اتوب؟ جاء واحد من اصحابه قال له انت تتوب؟ ده شكل واحد يتوب، ده شكل واحد يتوب، بلا توبه بلا مالك توبه. قال له يا دي توبه كيف؟ قال له ايه، روح اسال. راح سال واحد راهب، ليس عالم، راهب عابد صالح بس ما عنده علم، قال له لي توبة؟ قال له كم قتلت نفس؟ قال له 99. قال يا طيب 99 في النار وبئس المصير، ما في توبة. قال له يا راجل غير كلامك. قال له في النار، ايش سوى فيه احمد؟ اداله واحدة بنية طيروا في الهواء، عارف البوكس ذا كده، اداله بوكس من ستيف اوستن وطيروا في الهواء، ما في رحمة ولا في لعب، مات. اصبعها باعها، بايعنا يا سلام، بايعها، خليها اكمل المية، اكمل المية. قتله صار عنده 100 نفس. ماشي الحال يا معاذ؟ بده يتوب ولا ما بده يتوب؟ رجع مرة تانية نفس. يا حبيبي عليك عيدها يا عسل، أنبه ضميره، عيدها يا عسل، أنبه ضميره، الضمير 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 الصاحي. لو الأمة كان عندها ضمير صاحي كان عشنا في سعادة. أنبه ضميره قال لازم أتوب. قالوا له لا تروح لواحد عابد فقط، روح لواحد عالم وعابد، عالم وعابد. قال لهم حلو. قال لهم مين؟ دور في جوجل، دور في جوجل، دور في جوجل، لقي واحد عالم وعابد. عجبكم جوجل؟ غريبة، ما في ما في كردي، ما علقت على موضوع جوجل يعني. دور فعرف. قالوا له تروح لخالد المطيري، قال هو ده. دق الجرس على الدار ومست كول واتصل بيه عمر خالد، ايه واتساب، رد عليه قال له اسمع انا ابغى توب. قال له كم قتلت؟ قال له 100 نفس. وانتبه ترى اخر واحد هو اللي سالته. قال له يا راجل ومين يمنعك من التوبه؟ توب بس انتبه، المدينه اللي انت عايش فيها مدينه بطاله، بيئه وحشه بطاله، اخرج منها، انقل من بيتك روح مدينه ثانيه. قالوا تأثروا وافق انه ينقل من بيته، باع بيته واستاجر شقه في المدينه الثانيه واخذ عفشه ومشي. في الطريق بين المدينتين مات. مات، اراده الله يا احمد ياسين، مات.
فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم فيه. ملائكة الرحمة قالوا تاب وأتانا تائب، ملائكة العذاب قالوا لا هو في بلدة المعصية. فالله أوحى للأرض، أرض التوبة اقتربي وأرض المعصية ابتعدي، فقاسوا فوجدوا إنه أقرب لأرض التوبة من أرض المعصية، لأنه جاهم ملك وأوحى لهم إنه القصة. فربنا دخلوا الجنة، قتل 99 نفس. نستفيد من دي القصة فائدة واحدة عشان نختم اللقاء. قول يا أحمد، يعني مهما أنت سويت يعني لازم تتوب، لازم تتوب. ها، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة وعظيمة. هاي معاذ، قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. وإذا أخطأنا نتوب، صحيح مو نروح نقتل كل الناس، بعدين نتوب. النية، النية محلها القلب، ومهما عملنا من معاصي نتوب مع بعض، نقول 3 مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانت قول استغفر الله يا ولدي، وقولي استغفر الله يا بنتي، وفي امان الله ومع السلامة. عم حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل زوم، حكينا عن ماضينا اكثر، بكرة نكبر بكرة نكبر نشع نور. عم حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل زوم، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. سمعنا حدوتة وحكاية، كيف كنا بالهداية، للفخر والمجد آية والجلال، حكينا تاريخ البطولة والطليعة والرجولة، احنا ازهار الطفولة والجمال. عم حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل سوم، حكينا عن ماضينا اكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشعل.